خذلتونا. دعم دعمنا، مساندة ساندنا، تحفيز حفزنا، كل حاجة عملناها عشان خاطر إن المنتخب ده يوصل لنهائي بطولة الأمم الأفريقية وياخد البطولة. وطلعنا واتكلمنا ودافعنا على المنتخب ودافعنا على عناصر المنتخب، لأن كان ده التوقيت اللي لازم نعمل كده، لأن ما قدمناش حاجة تانية. المعطيات كلها كانت بتقول لنا أنتوا مش هتاخدوا البطولة. كل المعطيات من قبل فترة الإعداد بتاعت المنتخب، الاختيارات بتاعت الراجل، كل حاجة كانت بتقول لنا أنتوا مش هتاخدوا البطولة. الواحد بس كان إيه بيدي لنفسه الأمل بعد التنظيم الرائع لمصر في الحقيقة لبطولة الأمم الأفريقية، والملاعب الجميلة والروح الحلوة والجماهير الرائعة اللي حضرت في المدرجات. فكنا بنحاول ندي لنفسنا الأمل، وكنا بنحاول نعمل اللي علينا، كلنا نحاول نعمل اللي علينا في مساندة المنتخب عشان ما يبقاش فيه حجة بعد كده. لكن دلوقتي ايه الحجة؟ بعد ما خلاص الحلم تبخر نهائيا. تبخر امتى؟ يا جماعة دي البطولة بادية بقالها اسبوعين. هي مصر خرجت فعلا بعد اسبوعين؟ احنا خرجنا بعد اسبوعين من بطولة الأمم الأفريقية؟ حد يتخيل؟ حد مصدق؟ أراهن مفيش واحد من الشعب المصري مصحيش بالليل وقلق كده وقعد يفكر كده يشوف احنا فعلا خرجنا من بطولة الأمم الأفريقية ولا لا. كل حاجة عملناها، وكان لازم ان احنا نساند، وكان لازم ان احنا ندعم. وقلنا لحضراتكم وقت الحساب هيجي مع اخر مباراة لمنتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية، وقلنا ساعتها يا رب تكون اخر مباراة دي نهائي بطولة الأمم الأفريقية واحنا خارجين من الملعب بالكاس. لكن للأسف اخر مباراة لمصر كانت امبارح في امتى؟ في دور الـ16 بعد البطولة بأسبوعين. فبالتالي وقت الحساب جه، بالتالي وقت الانتقاد جه، ولازم ننتقد ولازم نشوف مين اللي غلط ولازم يتحاسب. المحاسبة بس مش بأنك تستقيل، مش بأنك تسيب اتحاد الكورة، لا، لازم يكون في اعتراف بالخطأ. لازم تقول يا جماعة احنا غلطنا في كذا. أخطاء إدارية وأخطاء فنية كتيرة جدا للمنتخب مصر. القرارات من البداية ان انت جاي مدير فني عليه كلام كتير قوي، ومش عايز أخوض في هذا الكلام في الحقيقة، وأصرت وجبته. اختيارات المدير الفني، اولا لعب مباريات تعبانه جدا، يعني احنا لعبنا منتخبات تعبانه جدا في تصفيات الامم الافريقيه وفي المباريات الوديه وفي الثلاث مباريات اللي لعبناها اللي كنا كمان وحشين فيهم وكسبنا بالعافيه في الدور الاول يعني، وجنوب افريقيا اللي اصلا ضايعين من الاخر كده في البطوله، وعملوا مباراه علينا امبارح كبيره جدا. لكن قعدنا نقول ايه ساعه الاختيارات؟ يا مستر اجيري، يا كابتن هاني، يا جماعة فين البدايل؟ الاختيارات اللي انتم مختارينها دي مالهمش بدايل، مفيش بديل لل 11 في الملعب. طب وقعدنا نعيد ونزيد، يا جماعة مين بديل تريزيجيه؟ مين بديل محمد صلاح؟ مين في نص الملعب بديل عنده خبرة؟ تمام؟ قلنا الكلام ده كتير جدا وعدنا وزدنا فيه، وقلنا ايه في الاخر؟ خلاص اختيارات المدير الفني، هو اللي اختار وهو اللي يتحمل المسؤوليه، ولازم يكون هو اللي يتحمل المسؤوليه، لان هو بصراحه اختار اختيارات غير منطقيه. مفيش واحد في الشارع الرياضي المصري كان مقتنع باختيارات مستر اجيري. واتحاد الكوره، نادينا على اتحاد الكوره، يا جماعه بصوا على الاختيارات دي، يا جماعه الموضوع كده مش هينفع، مش دي القايمه خالص تاخد بطوله الامم الافريقيه خالص، ما ينفعش. ازاي؟ بأنهي منطق؟ ايه القوام ده؟ هو ده القوام اللي يجيب لك البطوله؟ وسايب ناس ذنبهم في الحقيقه، ذنبهم سايب ناس اتظلموا، والظلم وحش جدا. فين عبد الله جمعه؟ فين عمرو السوليه؟ فين رمضان صبحي وكهربا؟ فين محمد هاني؟ فين احمد فتحي بقيمته؟ فين الناس دي؟ يا راجل حطهم حتى على الدكه لما تحتاج لهم، زي ما احتاجنا لهم كده في الاربع ماتشات دول، نزلهم يمكن يعملوا حاجة. لكن ده مفيش، ده الواحد هو قاعد بيفكر مين ينزل يلعب، مفيش خالص، مفيش حد.